Iraqi government's efforts to prepare for free and fair elections on الأمم المتحدة تدخل على خط الداعمين لإنهاء مقاطعة التحالفات السياسية المنسحبة من الانتخابات. وفي جلسة مجلس الأمن الخاصة بالعراق حملت الأمم المتحدة الأطراف العراقية كافة مسؤولية إنجاح العملية الانتخابية وصفة مقاطعة الانتخابات بالأمر غير الفعال لتغيير واقع البلاد. المقاطعة ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول، على العكس، فحينما لا تدلي بصوتك فإنك في الواقع تهدي صوتك لأولئك الذين قد تعارضهم، وبالتالي من المهم بالنسبة للناخبين والسياسيين على حد سواء العودة إلى العملية. وبالتوازي مع جهود الأمم المتحدة لتقريب مواقف فرقاء الساحة العراقية حول الانتخابات، تنشط جهات عراقية لإقناع التيار الصدري أكبر المنسحبين بالعدول عن قراره. هناك يعني عمل حتى داخل بيت المرجعية والعلماء والمؤثرين على السيد مقتدى الصدر حول عودته إلى الانتخابات، وأنا بصراحة متفائل على العودة، ما أتصور القضية تستمر. نعم قد يكون هناك مطالبات نوعيا، لأن أكثر من كان يؤكد على 10-10 في الانتخابات بصراحة الأخوة السائرون. بعد انتهاء عملية الاقتراع ضاعفت الأمم المتحدة عدد موظفيها في العراق 5 مرات استعدادا لانتخابات تشرين المقبلة، وهو ما يجعل تأجيل الانتخابات عملية شديدة الصعوبة بسبب مستوى التخصيصات المالية الضخمة المنفقة لدعم هذه الممارسة الديمقراطية. حازم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.